لقد حرصنا على منح التكوين المهني عناية خاصة، وذلك منذ الإرهاصات الأولى لتحديد الخطوط العريضة لسياسة جهة وأنشطة التنموية التي تبلورت فيما بعد وتجسدت في مخطط تنموي يتسم بالشمولية والتوازن التنموي للعاصمة نواكشوط، مع مراعاة الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك، واستحضار البعد الاجتماعي والتنموي لبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزوان. السادة الأمناء العامون، أيها السادة والسيدات، وعيا منا بأهمية التكوين المهني باعتباره عصب الحياة التنمية ومحفز الصناعة، خاصة وأن البلد مقبل على استغلال ثروات واعدة تتطلب إعداد كفاءات شبابية قادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية والصناعية التي يشهدها البلد، ومسايرة متطلبات مرحلة استقلال الغاز والبترول والصناعات التحويلية ذات الصلة. فقد قمنا بتوقيع اتفاقية مع جهة الرباط سنة قنيطرة بالمملكة المغربية الشقيقة ومدرسة التعليم التقني والتكوين المهني الصناعة بنواكشوط، قصد تكوين الشباب العاطلين عن العمل بدءا ب 1500 شاب مسجلين لدى مصالحنا المختصة، وذلك في 8 مجالات واعدة. وسيجري التكوين على عدة دفعات، إذ تعتبر دفعة اليوم 541 شابا هي أولى الدفعات المستفيدة، والتي تتراوح مدة تكوينهم من 3 إلى 9 أشهر اعتبارا لطبيعة ونوعية التخصص. ونأمل أن تساهم هذه التكوينات في إعداد أيادي ماهرة قادرة على مواكبة ومتطلبات المرحلة وكسب رهان القضاء على البطالة في صفوف الشباب، والعمل على إدماجهم في الحياة النشطة والنأي بهم عن الانزلاق في متاهات الجنوح والانحراف والتطرف والانخراط في شبكات الجرائم المنظمة. السادة الأمناء العامون، أيها السادة والسيدات، قبل أن أنهي كلمتي هذه اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى قطاع التشغيل والتكوين المهني والقائمين عليه على روح التعاون التي لامسناها لديهم في كل مناسبة، واستعدادهم الدائم للتعاطي معنا في مختلف الأنشطة ذات الاهتمام المشترك. وكذلك والشكر كذلك موصول لشركائنا التنمويين وعلى وجه الخصوص جهة الرباط سنة قنيطرة على الدعم المقدم في هذا المجال. كما أهنئكم أيها الطلاب، وأحثكم على المثابرة والانضباط. وفي الأخير أود طمأنة جميع الشباب بأن هذا التكوين مستمر ولا يقتصر على المسجلين الحاليين فحسب، بل سيشمل لاحقا جميع الراغبين في ذلك. أسأل الله لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم.